بدأت جموع الحجيج تودع بيت الله الحرام بعد إكمال مشاعر الحج لهذا العام 1437، وكما دخلوا مكة والبيت الحرام مطمئنين يودعونها بسلام آمنين. خطيب جمعة المسجد الحرام دعا المسلمين إلى الاستفادة من دروس الحج، وكما توحدت الأشكال والمشاعر تمنى على الجميع أن تتوحد القلوب والأجساد لمواجهة التحديات التي تحدق بالأمة وتهدد أمن المنطقة. نجاح كبير حققته المملكة العربية السعودية في توفير كل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن من خدمات غذائية وصحية وأمنية، ولم تسجل حالة صدام أو اختناق في حركة السير وخلال التنقل بين المناسك والمشاعر المقدسة، وهو ما يعكس حجم الترتيب والجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة خدمة لبيت الله الحرام وضيوف الله الوافدين من شتى بقاع العالم. فوز المريسي، قناة سهيل، مكة المكرمة.